استاذ انا نسبه لان عملت ويا عدنان درجال تحياتي له كمدرب واني لاعب بالمنتخب وايضا من كنت قطر محترف في قطر وهو مدرب على وكر واني في الشمال اعرف قيادته واعرف غيرته كان عدنان يستطيع النجاح مثل ما نجح في شكوته ضد الاتحاد العراقي السابق وظل والناس كثيره اتصلت به وناس جت هددته وناس جت قعدته وساومته ما تنازل عن حقه قدر ان ينجح وما حد كان متوقع لا انت ولا انا فقط صح. ممكن انا اقول لك كان عندي يعني اجلس ورياضي اقول عدنان ما يتنازل وينجح لان اعرف مدى يمتلك مثيره والشجاعه وقدر ان فعلا يكسب الدعوه ويقيل الاتحاد السابق ويشكل انتخابات او نقول هيئه تطبيعيه الان وبعدين تشكيله انتخابات اتحاد الكره. عدنان درجال قادر احنا ما نرضى لا عليك ولا علي ما حد يرضى احنا شوف احنا لو نرضى كنا على اي شخص اثنين يتفقون كان العراق بخير للاسف قلت لك المصالح الشخصيه هي اللي عمت نقول على المصالح الاخرى العامه احنا لو كنا نفكر في المصلحه العامه وده نشوف عدنان الرجال ما حقق اكو امور الان كوزير شباب عدنان الرجال قدمها لمرضى ومصابين لم يعرفوا الاعلام للامانه الاعلام ما يدري بها والله العظيم.